هؤلاء الأطفال يبحثون عن فسحة أمل رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كرة القدم أصبحت هي الهدف وهي اللعبة الأساسية التي يمارسونها في هذه المنطقة التي تسمى بالبصة في دير البلح. لا يبالون بأصوات الطائرات الإسرائيلية ولا القذائف ولا حتى الغارات. نجي نلعب كرة عادة بعد العصر عشان خف أجواء، عشان أجواء الحرب مخيفة جدا عندنا في المنطقة. أولاد الحار دائما نجتمع، ومن النازحين المستشفى شهداء الأقصى عادة بيجوا يلعبوا معنا هنا. سنكمل هنا مع باقي الأطفال والذين يبدو أنهم يستمتعون بوقتهم. سأقاطع لعبتهم قدر المستطاع عشان نغير أجواء الحرب. والله يعني بالنسبة لنا عادي، يعني احنا بنكمل لعب بنحاول انه ننسى. اي بكفي يعني، خلص اكثر من هيك مش ضايل. مين بدك؟ فيش حد ضايل بدك اياه، مش ضايل شيء. بيوته خربته وناسه قتلته، واحنا ما لنا ذنب، يعني احنا مدنيين، اللي بدك اياهم مش عنا يا عمي. هكذا يبدو المشهد مع وجود الاطفال الفلسطينيين والذين عاشوا ليس حربا واحده انما اكثر من حرب، ولكنهم مصرون على البقاء ومصرون على العطاء في هذه الحياة حتى وإن كان بلعب كرة القدم. لقناتي العربية والحدث، خولة الخالدي، غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.